إني باسم الإسلام الحنيف الذي يجمع ولا يفرق، ويؤلف ولا ينفر، ويرأب ولا يصدع، أناشد كل فئة من الفئات التي تتحارب وتتناحر بأن تقف وقفة مع نفسها، تحاسبها فيها على ما تصنع، وتمعن النظر وتعمق الفكر فيه، لمصلحة من ولأجل من تقدم على ما تقدم عليه من النحر والانتحار. فكم من أرواح تزهق، وكم من طاقات تهدر، وكم من أموال تضاع. بهذه الكلمات بدأ سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة يوجه رسالته إلى الأمة الإسلامية، وهي تعيش حالة من الفوضى والتشرذم والصراع، وتتجه بسرعة إلى إعلان براءتها من الأخوة الإيمانية التي جاء بها الإسلام. ويرى سماحته أن السبب الذي يختبئ وراء هذا الكسر في لوحة الأمة هو الحمية الجاهلية ويرى سماحته أن السبب الذي يختبئ وراء هذا الكسر في لوحة الأمة هو الحمية الجاهلية والتعصب المذهبي. إن الواجب يحتم على الجميع أن يستأصلوا من ثقافتهم ويحذفوا من قواميسهم كل ما يشي بحمية جاهلية أو تحزب عنصري، وأن يكونوا جميعا في ذات الله إخوانا وعلى الخير أعوانا، وأن يردموا كل هوة تفصل بينهم بلحمة الإسلام التي تجمعهم، وأن يطفئوا كل فتنة تؤججها الحمية بفيض الحب في الله الذي يجب أن يغمر قلوبهم. أما إن كان الصراع بسبب الخلاف المذهبي فإن منشأ ذلك هو الفهم المغلوط لظاهرة المذاهب. وإن كانت ناشئة عن تعصب مذهبي فإن عليهم أن يدركوا أن المذاهب إن أخلص أصحابها وجهتهم إلى الله كانت سبب تعمير لا تدمير، ومنشأ وفاق لا شقاق، لأن الاختلاف في الفروع نعمة ورحمة وثروة للأمة لا تقدر بثمن. فكم يجد المسلم في اجتهاد إخوانه المسلمين من أصحاب المذاهب ما يثلج صدره ويحل مشكلته ويكشف غمته، وما من اجتهاد على أصل شرعي إلا وله نصيب من الحق. لقد امتزج السببان امتزاجا اختفى معه صوت الشرع، وماتت الضمائر التي تسن القتل بذنب أو غير ذنب. وهب أن من بين القتلى من يستحق القتل لفساده وإجرامه، فما ذنب الأبرياء الذين لا يفجؤون إلا بالموت الزؤام عندما يقدم أحد على تفجير مكان عام تتزاحم فيه الأقدام ويجتمع فيه الصغير والكبير والرجل والمرأة والمذنب والبريء، فإذا بالانفجار يدوي بينهم فيمزع أشلاءهم ويزهق أرواحهم ويفقدهم نعمة الحياة وفرصة العمل فيها لدنياهم وأخراهم، فيصبحون أثرا بعد عين وخبرا بعد أثر. وبعد سوق عدد من الأسباب وتفاصيلها يذكر سماحة الشيخ علماء الإسلام بضرورة التيقظ المبكر لهذا الشرخ وتدارك الأمة الإسلامية من هذا التمزق. هذا وإنني من منطلق الحرص على وحدة الأمة وجمع شتاتها وردم خلافها أدعو كل فئة منها إلى السعي إلى هذا المطلب النبيل والغاية المحمودة، وأن يضافروا جميعا جهودهم من أجل النجاح في هذا وتحقيق هذه الأمنية الغالية. وأطالب العلماء الذين حملهم الله تعالى أمانة العلم وألزمهم أن يبينوه للناس ولا يخفوه، بأن يكونوا هم رادة الجميع في هذا الأمر، وأن لا يترددوا في أن يمضوا قدما فيه ويواجهوا جميع الصعاب والتحديات، ويصبروا على كل ما عسى أن يلقوه من الأذى في سبيل ذلك، فإن ذلك مما يندرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما يستلزمان الصبر والمصابرة. يشترك في هذه المسؤولية عامة الشعوب المسلمة، ف
فأقدار الوعي الجمعي بأهمية الوحدة والتحام الصفوف يجب أن تتوفر عند كل فرد يشهد بشهادة الإسلام مهما كان موقعه. إن الأمة جميعا عليها أن تعي هذه الحقائق وأن تكتشف هذه الخفايا وأن تكون خبيرة بما يبيت لها وأن تستظهر ما يضمره لها عدوها في طواياه، وأن لا تكون كالأنعام التي تساق إلى مجازرها فتنساق. إن هذا الاختلاف السلبي ليس قدرا محتوما على الأمة الإسلامية، فهي أكبر أمة تضم المشتركات وأكبر أمة يمكن أن تصنع من تعدد آرائها ثراء. ولذلك يقدم سماحة الشيخ خطة إنقاذ من 9 نقاط. أولها أن تترسخ روح التقوى والخشية من الله تعالى في نفوس الجميع. ثانيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثها الإنصاف من النفس قبل الانتصاف من الغير. رابعها عرض ما تتفق عليه الأمة دون ما تختلف فيه لتضييق فجوة الخلاف بينهم. خامسها تعميم ثقافة جديدة تدعو إلى الوحدة والوئام. سادسها التظاهر على تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة والخاصة. سابعها الحذر من كل محاولة لتكدير الصفو وتمزيق الصف. ثامنها طي صفحة الماضي في تاريخ الأمة. تاسعها عدم مجاوزة الحدود الشرعية في إصدار الأحكام على من زاغ.